باسم جميع الطلبة والخريجين ديال المعهد التكنولوجي الأطر في مدينة الناظور، الميدان الصحي في مدينة الناظور. احنا جينا اليوم في مسيرة ضد القرار، ضد المرسوم المشؤوم اللي خرج به وزير الصحة ضد أبناء الوزارة اللي نبغيو نقولوا عليهم، بقراره بإدماج قطاع خريجي المعاهد الخاصة اللي هما أصلا تابعين وزارة التكوين المهني وإنعاش الشغل. يعني السيد الوزير قال بان راه كاين تكافؤ الفرص بيننا وبينهم، ما كايناش هذا تكافؤ الفرص، حيت حنايا كتكون لا بري سيليكسيون، كتكون كونكور اكري، كيكون كونكور شفوي، يعني كيكون عندنا اكزامان دو فان ديتود، كتكون مراقبه من وزاره الصحه في غياب هاد المقومات كامله عند خريجي قطاع المعاهد الخاصه. حنايا بغينا نشيروا بان حنا ضد هذا ضد هذا المرسوم المشؤوم، وحنا مازالين صامدين وواقفين ضد هذا المرسوم. اللي بغينا نقولوا السيد الوزير انه يفكر في ابناء الوزاره ديال وزاره الصحه، ماشي وزاره التكوين المهني وانعاش الشغل، عندهم الوزير ديالهم هو يهتم بهم. حنا مواصلين ومصامدون ضد هذا القرار، لا تراجع ولا استسلام. حنا غنبقاو في مقاطعه الدراسة والتدريب، وغنواصلوا يعني بأشكال نضالية جديدة إن شاء الله، غنديروا إن شاء الله الميساج ديالنا غيوصل واللي كنلاحظوا بأن السيد الوزير ولا وزارة الصحة كنلاحظوا بأنها في غياب تام، أذن صماء، لا رد ولا اعتبار لأبناء الوزارة. اللي بغينا نقولوا بان تحيه نضاليه لجميع الخريجين والطلبه ديال زي اف سي اس ديال المغرب كاملين، حيت حنا يد وحده، وان شاء الله بالوحده والتضامن غادي نوصلوا للمطالب ديالنا.